صارت معها؟ الحمد لله منيحة. يعني رأيت؟ مع بسروق. لحق حبيبي. ارجع لآخر زمان. هاي رجعت يا حسن. تصدق؟ ما هان علي ابعد عنك أكتر من هيك. والله اشتقت لك. انت صار لي بتطلع فيه. مدري ليش اليوم حاسه في بعيونك ندم ندمان مو هيك ندمان على اللي عملته فيه حرقت لي قلبي الله يسامحك الله يسامحك عالم عنده تقنيات عظيمه كمان صار يكبر مليار الفنانين عنده بابا 19 مو ناسانه بابا عندك مدرسة بكرة معلش بابا كلامني متعودة بسهر وبفيق بعدين بكير امبارح كل شي نمتيهم على بعضهم ما بيطلعوا ساعتين قومي ريحي بدنك خلص هلا بس يخلص لي فين بقوم بنام خلص ماشي امري لله رح روح نام تصبحوا على خير وانت من اهلا بابا نعم نسيت اقول لك فيقني بكره على 6 ونص ها اي على العلم مشان ما اتاخر يعني لا اكيد بابا لا شو كنت بدي اقول لك ليش هيك لعبت ليش مو ناوي لا اله الا الله لا اله الا الله حبيبتي شو عم تحكي انت تصبح على خير انت من اهله باي
شو بدك تلاقي حشة؟ وجع البطن صار موضة قديمة. شو أعمل؟ شو أعمل؟ شو أعمل؟ لوتة مومي مومي يا لطيف على هالشوفة يا لطيف. شو بصخ لوتة؟ ما بعرف شو بدي قلك، ما بعرف. شوفي من شوي وأنا طالع من غرفتي لمحت خيال. خيال شو؟ خيال شبح أسود بيشبه هذا اللي شفناه فيلم الرعب أول مبارح. لا تمزحي معي خلود مشان الله. خلص لا تخافي، هلا يمكن يكون أنا عم بتوهم. بس الله يلعن أبو الشيطان. انسي انسي لوتس، انسي الموضوع. انسى؟ شلون بدي انسى؟ خلود الله يخليكي، خليكي معي لأنه أنا خايفة من الوحش. شو وحش وما وحش؟ هلا سمعك بابا ويبطل خلينا نشوف أفلام رعب. بس أنا خايفة كثير. يا خافي بس لا تقولي من شو، لروح أدرس. خلود مشان الله خليكي معي. لك ما بقدر انا عندي دراسة. يلا تصبحي على خير، بس تكري الشبابيك منيح ليقوم ال... يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا ربي. خلود خليكي معي. اسمعي اذا كنتي خايفة كتير روحي نامي عند بابا، بس اصحك تقولي انه انا اللي شفت الوحش. اصحك. ها يا ربي. وهي حطيت لك كنزة حبيبي. ما بيجرم الكنزة، شيليها شيليها، مصر دافية ما بدها. رح نشتاق لك كثير يا ستي. اشتاقي لي قد ما اشتقت لك بطرطوس. صحيح ذكرتني. بدك تحكي مع ماما معك؟ بدي اطمن عليها. الو. اهلين حبيبتي. لا الحمد لله صرت أحسن. عم بسترجع ذكرياتي ما بعرف، والله بعرف. حاضر رح اسكر باب الذكريات هنا. خلص جمري. تصبح على خير. سمعان اختك شو عم تحكي؟ سمية انا مو حذرتك انه هذا الموضوع ما تفتحيه مرة تانية بالبيت؟ اخي بتهدد ولا ما بتهدد؟ البنت رح اخذها معي على حمص، يعني رح اخذها معي على حمص. انا مستحيل خليها تضل عايشة ببيت كله شباب. خايفة على بنت اخوكي من ولادي يا سمية؟ البنت صبية وما بيجوز. ما بيجوز شو؟ اصلا هذا اللي صار كله بيجوز؟ اخي ما عمل شي غلط. اخي تجوز على سنة الله ورسوله، واذا اختك الست مها ما قدرت تجيب له اولاد والله هو ما له ذنب يضل متحملها على عيبه. سمعان هيثم عاجبك كلام اختك؟ ايه لا لا لحد هون بكفي. ايه لا ستي ما بكفي. واذا مفكرين حالكم قاعدين بالبيت هون عندكم شفقه ومنيه، هي ما لها حاجه لهالشفقه، خاصه انه ابوها ترك لها شوي وشويات. وقولي لها لاختك الست مها تطلع منها بقى وتعطيها حقها وخلصنا. سمية الأمور ما بتنحل بهالشكل. أخي الحق ما بده مصادرة، لازم مرتك وأختها يفهموا إنه البنت لها حق بورتيت أبوها، ولازم تحصله اليوم قبل بكرة. أنا مو ضد هالشي، بس كمان بين يوم وليلة ما بصير كل شي. خايفة على مشاعر أختك حبيبتي. سمية لا تستفزيني. خلصنا بس 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 حنان بس خلصنا. يا هيثم هي بنت أخوك يعني من لحمك ودمك، معقول كرمال مرتك واخت مرتك تحرمها من حقوقها؟ عمتو انا ما بدي شيء. ما تقولي هيك. اسكتي انتي. لا بدك،
وهذا حقي. لك انت بتعرفي انه ابوكي وريتك مصاري ما بتاكل نيران، وهون حضرت جنابهم منيمينك مثل البسه على هالصوفايه. بيطلع لك مصاري تعيشي ملكه لولد ولدك. والله ما بدي شيء، ما بدي شيء. لا حبيبتي بدك، وحقك بده يوصلك، وانا رح احصل لك اياه. سمية سمية خلصنا، حاجه تعلي صوتك، فضحتينا بين الجيران. شو بعمل يا ربي؟ لما شفتك بالصيدلية أول مرة كثير عجبت فيكي، وهلأ بعد ما قعدنا مع بعض زاد إعجابي فيكي، مشان هيك أنا طمعان بموعد تاني. مرة تاني بقلك صدقيني أنه كلامي كثير جدي، وأنا ما بدي أتسلم. ما بعرف ليش ام الرند اليوم فيها شي مو عادي. شلون يعني شي مو عادي؟ حاسستك من اول ما رجعتي من مشوارك مبسوطه كتير، مرتاحه كتير، حتى عيونك عم يلمعوا عم يبرقوا، يعني فيهم شي ماني متعود يشوفه. لا حبيبتي، شو رايك تقومي ترجعي على دراستك وحاجتك تلهاي؟ رح اقوم، بس بحب اقلك انه انا كتير فرحانه لاني شايفتك مبسوطه. حلال حاجة تبكي، يعني سمية وبتعرفيها ما في رباط على لسانها. شو بكي؟ ماما ماما كيف تركت البيت؟ شو؟ مشروع دمر كبير كتير، وين بدك تروحي بالضبط؟ عن جد ما بعرف، بس مكتوب على عنوان الجزيرة الخامسة. هي هي الجزيرة الخامسة. قد ايه بتريد؟ 150. 150 ليرة؟ ايه. شو ما عجبك كلامي؟ لا عجبني. متأكد انه هي هي الجزيرة الخامسة؟ ايه هي هي. لو سمحت. نعم. وين بلاقي البرج 8 على 6؟ بأي جزيرة قالوا لي؟ بالجزيرة الخامسة. نحن هون بالعاشرة مو بالخامسة. العاشرة؟ طيب وين بلاقي الجزيرة الخامسة؟ بدك تمشي من هون شي 200 متر بعدين بتسألي. إن شاء الله انبسطتي ست سمية. لك ليش هيك عم تحكي معي؟ لك يا اخي كاني انا السبب. لك سمية انا بدي افهم انت شو استفدتي من هالبلبله اللي عملتيها بالبيت هلا؟ هاي بنت اخي. لك واذا بنت اخوك تخربي عليها يعني شو؟ الو يا حبيبي شو صار معك؟ طيب طيب لا لا خليك عم تدور. مع السلامة. هيثم اتصل بام رفيق، اكيد هي ما بتكون راحت لعندها. رفيق؟ هي والله معقول. مرحبا ام رفيق. لا لا ما تخافي ما في شيء، سلامتك، كيفك؟ بس بدي اسالك يا ترى هبه مرت عندك شيء؟ لا 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 خير ان شاء الله. لا كانت معصبه شوي وطلعت بالبيت، فانا الحنا يمكن مرقت لعندك. طيب طيب اذا شفتيها او مرقت لعندك خبرينا فورا. شكرا.
يا حبيبي الرئيس طمني. أمي سكري التلفزيون. ليش عم تعلي صوتك علي؟ ماما فيك تتحملني هالليلة ببيتك؟ شوفي سمية أنا ماني فاضي لنقش، لسه هلا كنتي قايمة الدنيا علينا بحجة إنك عم تدافعي عن بنت أخوكي. بنت أخوك يا حبيبتي طلعت من البيت وما بنعرف وينها، هذا هو الشيء المهم هلا. إلا تخاف عليها؟ هلا مو خايفة عليها وهي برات البيت وبالشارع، وكنتي خايفة عليها وهي عنا؟ أهلاً ماما. لا حبيبتي ما في شيء، بس هبه تركت البيت وما بنعرف وينها. طب وين راحت؟ كيف طلعت بدون ما تحسوا عليها؟ سمعت كلام بهز البدن قام غافلتنا وطلعت برات البيت. طيب طيب روقي وطولي بالك ان شاء الله خير. اذا بدك بطلع انا بدور عليها. لا حبيبتي ما في داعي، ارتاحي انت، علاء وغيث عم يدوروا عليها. طيب حنان انا برجع بتصل وبطمن. تصبح على خير. الله معك مسرة. والله فيها الخير هالبرنسيس سمية. معلش بسيطة طولي بالك شان خاطري. انا عم بطول بالي مع كل اللي عم يصير بس كرمالك. يا ريت اختك سمية تقدر وتفهم. الله يسامحك يا سمية، يعني نحن ناقصنا واحد زيت بنزين فوق النار، شو بدي اعمل معه؟ يا حبيبي ايه غيث؟ شو؟ ايه؟ طيب اسمع اسمع اسمع، انت بتعرف وين بيت ام رفيق بدمر؟ دور عليها بين هدول البنايات، تعرف هدول البنايات بيشبهوا بعضهم. في ابراج كثيره، حاول حبيبي انك تدور عليها. ايه طيب حبيبي. يعني ما بتكون راحت المخلوقه؟ نص البلد صرنا فاتين عليها. كمان مو شو غيث؟ شو بعرف من شو غيث؟ هلا اطلع. يا رب شو بدي اعمل؟ وين بدي اروح يا رب؟ ها ها ولك هيبة. هيبة 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 لك معقول هذا السواتي فينا؟ بردانة؟ تعي 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 حبيبتي معقول هذا عمل فيه فينا؟ تعي لا لا فاتلك عمل اعتقدت انت سافر يعني انت سافر يعني انا فكري
كنا نكسبك كم يوم، ما بعرف ليش مستعجلة انت. يعني قلت لك احب لي هيك شي يومين ثلاثة لبين ما ترجع تنزل من المطر، ومنه بتسلى انا وحنان. لا عمتي، شو الحكي هذا؟ غيث حمى السيارة والشناتي صاروا جاهزين لقلب الباجاج. طول بالك عمامي، ابوك عم يحكي غير هالحكي، فكره اني احب لي هيك شي يومين ثلاثة لبين ما يرجع هو من مصر. اهلا وسهلا، بس لا انا برايي انه يعني صارت القصص جاهزة وجاهزة، احسن ما تلبكي حالك وتلبكي. ايه خلص لكان، شايف هيثم مش عم يحكي ابنك؟ يلا امري لله، خاطركم بركي بس ارجع من مصر بالسرعه برجع انا وابو عدنان وبجيب معي الصبيان، نعدنا هيك شي يومين ثلاثه. ايه فعلا هيك بتكتمل فرحتنا. يلا خاطركم. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. يلا يا بنات الله معكم. يلا حبيبي الله معكم. شرفتونا. شوفي مرتاح اخي الله يسلمك. يلا خاطركم. الله معك، مع السلامه. سبحان الله، صاروا خفاف. هلا اطلع على البلكون، اتاكد انه اخوك مشي هو وياها من فوق. والله مظبوط. مشي. صباح الخير يا حلو، ردي علينا والله منستاهل. اضرب شو قليل جو. كلمة واحدة بس. شو لمست ايديك؟ صباح الخير بابا. صباح النور. شايف من هون؟ بتعرف بابا راحت علي نومة، ما رح اتغرق بعد نوتس على المدرسة. حاسس ظهري اليوم شقفة وحدة. سلامة ظهرك حبيبي، ليش؟ ما رح نمت على الكرسي جنب اختي لوتس. وليش بتنام بغرفة لوتس يا بابا؟ ما بعرف، فات لعندنا على الأوضة وهي مرعوبة ومفزوعة وخايفة، قال لها بس تجي تنام لحالها، قمت جيت نمت جنبها. يا الله هالبنت شو بتتدلع؟ على فكرة بابا أنت كثير عاطية وش. معلش بابا معلش، أختك الصغيرة بدنا نتحملها. إي مزبوط والله. شو وين طنط علا؟ لك صحيح والله ذكرتيني. ولسه شوي شوي رح خليك تنساها عن حق وحقيقة، وبكره بتشوف. شكلي عندك 300 مليون، مين هدول؟ بنات مصادر. ايه مصادر، شو بتعرفي انه مصادر عم تبيع بضاعة للبنات ارخص من سعر السوق؟ وانا عم بقول ليش هالبنات فايتين طالعين عند مصادر، مو غلط، معلومة بتنفع. نعم استاذي. واقف عندك لشو؟ وقفت. يلا عتاب، في حنفية بالحمامات عم تشوف، كم مرة قلت لك لازم تصلحها؟ ليش هلا ما سويتها؟ والله وكيلك يا استاذي، جبت لها جلدي ليك ها؟ هلا بيدخلوا البنات على صفهم وبفوتوا بصلحها، تكرمي يا استاذي. ماشي، آخر إنذار. آخر إنذار. تفضل. مش مين تصبح اليوم اللي عندها؟ سكتي حاجتك تبريرات ولا طعمه. لك والله العظيم هو اللي ما قبل يعمل حفلة خطبة، قال شو ما بحب هيك حفلات وجماعات بتدلع التخلف. شو الظاهر بقرب على غزة؟ حبيبتي بيطلعوا لبرا اسبوع بيرجعوا مخهم مقلوب، فما بالك صار مثل 15 سنة برا. وليه؟ ليه زفت لي لكان؟ الله يرحم ايامه لخطيبك السابق، على الأقل كان صناعة محلية. بس رزاق، بتعرفيني ما بحب تنجاب سيرته، والله لهلا بس بتذكره كيف كان عم يشوف جمعة كذا مش رح تكون خايفة. بيجي لك قصة قلبك شو عنونة ومنين جاي هالشعور بالملل؟ من وضعي. ليش؟ في حدا بالمدرسة ما عم يعاملك مثل ما انت بتحب؟ انسى حنان مشان الله لبقى تحاكيني بصيغة المذكر، بحسك عم تضحكي علي. وليش لحتى اضحك عليكي؟ مو انت طلبتي انه نعاملك هيك؟ صحيح، بس أنا هلا ما عاد حابة أكون صبي، حابة أكون مثل ما الله خلقني. بنت يعني؟ خجلانة تعترفي بشعورك؟ مو خجلانة بس ماني متعودة. مو متعودة تحسي حالك بنت ضعيفة ومغلوب على أمرها. أنا بعد ما تعرفت عليكي منيح حسيت إنه مو كل البنات ضعاف وتافهين، يعني حسب الظرف. ورفقاتك البنات اللي كنت تحسيهم سخيفين وتافين
بالعكس طلعوا ظراف كتير وهن حابيني وانا حاببتهم. يعني نضال قررت تقلب حياتها. انسى حنان، انا بدي اياكي توقفي جنبي وتساعديني. انا بحبك كتير وبوثق فيكي، وانتي المثل اللي بحبكم مثله. بس انا لسه عندي مشكلة واحدة. شو هي؟ بابا. ابوكي ما له مشكلة، منلاقي له حل. المهم عنا انتي نضال، بابا ما عم يعاني اللي انتي عم تعاني، وبكره لما حيشوفك انتي سعيدة مبسوطة وحققتي ذاتي، هو اكيد كمان رح يكون مبسوط ومفتخر فيكي. لك يخرب ذوقك على المسج فظيع. ريما ريها رسالة جايتها لك. مين هاد اللي بعت لك هالكلام؟ كيف لو تقولي الأسئلة؟ قريها دانا، قريها خليها تتعلم وتتصدق. ما بدي، إذا كلهم هيك ما بدي أقرا. خجل لك المكتوب بالرسالة ولا تمنيت يجيكي مثلهم؟ لك يا جذبة، الحياة عم تركض ونحن لازم نستمتع بكل دقيقة فيها. شو نحن كم مرة عايشين؟ خدي شفطي لك شفطة. لا ما بدي. لك شفطي لك شفطة، أصلاً هي صايرة بهالأيام موضة. طوعية مرة، صدقيني ما بتندم. اساسا السيجاره بايد البنت بتعمل كلاس. مسكي لا تخافي، كلنا هيك بالاول بعدين بنتعود. اسحبي اسحبي. هاي ام سعدة. ما بتخافي ام سعدة تشوفك وتشكي عليكي؟ لا ام سعدة ضمناتها بجدتي الصغيرة. ليش بابا؟ حبيبتي ام سعدة كانت تشطب درج بنايتنا، ومن كتر ما ترجتني على الطلعة من نازلة حكيت مع بابا قام شغلها هون، مشان هيك ما بتقدر تحكي. هذا ما عدا السر اللي عرفته عنها من بنتي صغيرة. سكري الباب وراكي ام سعدة. صورتك يعني اكبر منا مساعدين وحتى نسال على مساعده. عن شو بدي احكي لك انسه ولا احكي لك؟ احكي لك عن الانسه كريمه يلي ولا عن الانسه منيره يلي يا بطل ولا احكي لك عن خلص خلص ام سعده خلص. التقرير اليوم يوصلني، ما في شيء مهم. هلا كل اللي قلت لك اياه ما في شيء مهم. كلها فشت خلق، ما في شيء مهم. ايه مثل ما بدك. نادي الانسه منى. حاضر. حتى الانسه منى من شوي كانت واقفه هي والانسه جميله. ام سعده ام سعده خلصنا بقى، وجعني راسي منك. روحي نادي الانسه منى. حاضر. انسه نسيت اقول لك من شوي وانا عم نظف الحمامات شميت لك ريحه دخان وشفت عوائب سجاير بالارض. ما بدي تشمي وتشوفي، بدي تعرفي لي مين الطالبات اللي عم يدخنوا بنص المدرسه. اعمل لك كبسه على الحمامات بين الفرصه والفرصه. هلا اعملي اللي بدك اياه، المهم تعرفي لي مين هالفسدانات اللي عم يعملوا هيك. ولو اني شاكه بنت. مين هي؟ ما بدي اظلمها لحتى اتاكد. Come on.
واحدة من أنا مشان النقطة أنا بتصرف ما دخلني والله ما بعرف شو يعني مساعدة ماني 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 تعي ماتي تعي تعي ماتي تعي يا ربي شو هاد الدمع اللي دارك اهدي حبيبتي اهدي اهدي لا تخافي ان شاء الله ما عاد يعني بعد بديان خلاص حبيبتي بعدنا والله بعدنا بعد لا تخافي انا معي وكلياتنا معي وين امي جيبيني امي لا تخافي ماما لا تخافي لا تخافي حبيبتي هدي ماما هدي والله والله يا استاذي ما عملت لها شيء ابو محمد بنت خايفه وميتة رعبه منك وبتقلي ما عملت لها شيء ففهمنا شو القصه الله وكيلكم الله وكيلكم ما في لا قصه ولا شيء هلا بدك تفهمني انه البنت هيك ماتت من الرعبه من ولا شيء يعني شو بيعرفني يا استاذي القصه وما فيها اني دخلت على الحمامات لحتى اصلح الحنفيه اللي عم بتشر من اسبوع ما شفت الا الطالبه راهب فرايا عم تصرخ وتقول بعد عني بعد عني وانت وقتها شو عملت قربت منها لشوف شو بها خلت يكون مرعوبة وصاير معها شي لا سمح الله بس هي كل ما لعب تصدق وترجع لورا انت شو دخلك على حمامات البنات اه؟ قلت لك يا استاذي الله وكيلك كنت نازل لحتى اصلح الحنفية اللي عم تشر من اسبوع الاستاذة هند اصرت علي اني صلحها اليوم يعني مين في غيري صلحها بعدين ما كنت متوقع انه طالبة من الطالبات تكون نازلة على الحمامات بهذا الوقت لانه يا دوب الفرصة كانت خلصانة والا والله العظيم ما كنت قربت ابقى قول هالحكي بالتحقيق تحقيق رجال معدل وبتخاف من الله هيك اختي حبيبتي شبي الزهورات شلون حاسه حالك هلا احسن رقتي شوي سحنان لا تحكي ولا كلمة هلا ارتاحي واهدي وبعدين بنحكي ليش هيك صار معي قولي لي ليش هيك عم بيصير معي حبيبتي ما صار شيء هي انا وياكي سوا قاعدين هون وعم نشرب زهورات وما في اي مشكلة مساعدة مساعدة يعطيك يا رب لك شبكم شبكم كلكم كل ما شفتوني بتنقزوا مني هلا شو بدك مساعدة الله يوفقك بدي اياك تشهدي لي وتوقفي معي بدك يعني اشهد لك ووقف معك بعد العملة اللي عملتها الله يسامحك يا مساعدة حتى انت مصدقة اني انا بعمل هيك عملة لك مو حرام عليك البنت قد بناتك لك مساعدة اسمعيني بقى اسمعيني ما بدي اسمع شيء ما بدي اسمع شيء ولك يا عم الشوم عليك يا عم الشوم عليك يا رب يا رب تسهر الحق يا رب لما جيت الأهرب هجم علي صرخت وعيطت ضليتني صرخ وما حدا عم بيسمعني وما حدا رد علي بكرهه 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 نزع لي حياتي نزع لي كل شيء لا تخافي
خلص روقي. بعدين انت ما غلطتي بشي. ما بعرف بس خايفه بابا يعرف يذبحني. يعرف بشو؟ والله ما لي ذنب. هو استفرد فيه لما كنت بالبيت لحالي وكان اقوى مني. انا ما عملت شي والله ما عملت شي. رهف انت عن مين عم تحكي؟ خالي ام رفيف. نعم. شفتي لي المذكرة الخاصة بالدكتور ماهر الشوا؟ والله ما بعرف، دوري عليها بين الوراق على المكتب، يا اما بشي درجنا دروج. يا ربي قلبت المكتب قلب وكاني عم دور على ابره بكومة قش. هلا معقوله كل يوم بدي ضيع من وقتي نص ساعة على ورقة انا اول امبارح حطيتها هون؟ بتحبي اتصل لك بماهر على موبايله اساله؟ لا بدور عليها لحالي. قال ماهر قال شتان بين الاثنين. منطور تجيب بدي شوي عن نبتي. ما بدنا اغراض، شو بدنا نقول له؟ ملائح. يلا حجه شو بدك انت هلا؟ دعي معي بس. يا الله ما بدي. دعي. مرحبا عدنان. مرحبا. اهلين الصبايا. اهلين بالانس نضال. عدنان بلاقي عندك دبابيس حجم صغير؟ ايه طبعا تفضل. في هيك في هيك وفي هيك. طب ما بلاقي عندك دبابيس حجم اصغر؟ لا والله لسه ما اخترعوا. طيب بلاقي عندك بكلات ملونين. ريما خلص بقى بكره بتجي تاخذي اغراضي. طيب فيني احكي على التليفون؟ طبعا طبعا تفضلي. اوكي. احسابي بالتليفون وصاحب التليفون والانسه نضال، مو لازم شيء من عندي؟ لا شكرا. على كل حال المحل وصاحب المحل احسابك امتى ما لازمك شيء. طيب شكرا عدنان. اهلا وسهلا انسي نضال طيبة. شكرا نورتوا. لك ايه تحكي تحكي. والله لعدنان بيطلع له فكره عقدت كله عقد. شو كيف بالنوسه حلوه مثلي؟ خلصنا بقى ريما. شو خلصنا لك؟ شو عم بيطلع عليكي؟ واضح انه معجب الزلمه. ايه بعرف. ايه بتعرفي شو بدك تعملي لكن هلا؟ ما رح اعمل شيء. شو بدي اعمل؟ يعني حركي لي حالك شوي، بدك تضلي هيك بهالهيئه. شو قصدك بهالهيئه؟ لا تغش مني، فهماني علي انت. يلا. تيتا تيتا نجاح تيتا. مرحبا تيتا. رهف شبك يا عمي؟ لا شبك. لا تخافي تيتا ما في شيء. يا رهف شبك. تعي 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 عيوني تعي 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 بوضتك تعي تعي يا عمري. شو صار لك يا قلبي؟ ما تخافي. سلامتك. بس تعبت شوي بالمدرسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. جمالك شتت أفكاري، سلب لي عقلي مني ليلي. بس كلمة نظرة أي شي منك بيرضيني. روح من هون أحسن لك. ها وانت شو دخلك؟ مين عم يحكي معك؟ عم يحكي مع الملاك اللي جنبك. ولا عم قلك روح من هون. أنسي مشان الله تحني علي بنظرة. الله وكيلك ما عم نام الليل من كتر ما عم فكر فيكي. استغفر الله العظيم. بدك تروح ولا اصرخ صوت لم كل الناس اللي بالشارع عليك؟ بوعدك اذا هالملاك اللي جنبك قال لي روح بروح. انستي الجميله بروح؟ ما راح. خلصينا قولي له يروح. خلص روح. ايه بروح على امل شوفها لعيون الدباحه بكره. جمالك شتت افكاري، سلب لي عقلي مني ليلي عم بيصير نهاري. ايه ده يلي مجنني.
شو هالدباقة هي؟ يا لطيف شو قليل الذوق وقليل الأدب. خلص امشي شو بدنا فيه. لا بس فكرت رأيك بالقصة رح يكون غير هيك. انت يا خالتي عم تقولي انه اللي عمله كان من حقه؟ خلص خالتي خلص، هلا بس تيجي لوتس منجي لعندك. وبابا بيعرف انه بدك تتصلي فينا؟ طيب الله معك. مع مين كنت عم تحكي بابا؟ هي خالتي بدي انا اروح نقعد عندها يومين لحتى ترجعوا من رحلتكم. على اساس ما بتقدر تروحوا وتتركنا لحالنا؟ بابا انا مو تارككم لحالكم، تارككم مع خالتكم. بس بدي اعرف شغله وحده، كيف قدرت تقنع خالتي انه اللي عملته شيء طبيعي؟ بابا ليش انت لهلا مو مقتنعه؟ لا بابا مو مقتنعه وبعمري ما راح اقتنع. شوفي شو بها خلود؟ زالت لانه بدها تروح لعند خالتها. ما قلت لك بلاها علا، ما بصير بنتي تتحكم فيني. بنتك بسن البنت كتير بتكون متعلقة فيه بأبوها. خلود بنت حساسة، يعني بيني وبينك صعب عليها تحس انه اجت وحدة هيك اخذت محل امها وشاركتها بأبوها هي واختها. معلش حبيبي، البنات كتير متعلقين فيك، يعني هني مو بس بيعتبروك ابوهم، بيعتبروك كل شي بالدنيا. شبك؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ بصراحة حاسك بتخافي عليهم اكثر مني، وهذا الشعور بيخليني احس بالذنب. انت ما لازم تخاف لانك ابوهم وما لهم غيرك، بس انا اللي لازم خاف، يعني اذا كنت حابه ضل معك ومعهم ولا حابب يجي شي يوم تكون محتار بيني وبينه. طيب وهلا شو لازم نساوي؟ خليني هالمره انا اتصرف. معلش عم ضب اغراضي مشان ترتاح ستعلى مني. يا ريما فهميني، انا حاسه انه هالانسانه جاي تاخذ منا البابا. هلا اذا بدك تضلي تحكي معي بهالطريقه رح سكر الخط بوشك. لا مالي معصبه، بس كمان مالي مستعده اسمع حكم مواعظ. هذا بابا ومستحيل اسمح له تاخذه منا ابدا. طب كنت في مؤامره حقيقيه كمان بابا. ماشي ريما برجع بحكي معك. خلود امر، ليش عم ضبي غراضك؟ ناس حابيت خالتي بعد ما اجوا بعض الجماعات واحتلوا بيتنا. انا ما بقدر احتل بيتكم، بس حابة انكم تتحملوني عنكم بالبيت، يعني ضيفة تقيلة، خالة، اخت، اي شيء، صديقة اذا حبيتي. هاتي من الاخر لانه ما بحب الاخذ والعطا كثير انا. طيب انت ليش معصبة هلا؟ والله لاني باختصار شديد بكره اطلع من بيتنا لانه بابا مو فاضي لنا هالكم يوم. ايه بس بابا ما رح يسافر. شو يعني؟ رح تروحي لحالك على شهر العسل؟ لا حنروح كلياتنا سوا، بس بعد ما يخلص فحص البكالوريا. شو معناتها الحكي؟ معناتها الحكي رجعي غراضك على غصاني. شو ما جاتي؟ تعي نغدى سوا، يلا رجعي غراضك. معقول تكون اقنعته ما يسافر ويتركنا؟ قال يعني عم تعمل هيك مشان تكسبنا لطرفها. مسكينة بتكون عم تحلم على الفاضي. عم قلك صوته بيطير العقل، لك لو شفت الفيديو كليب الاخير اللي عامله بتركيا كان طار عقلك. مستشفى لا ترد. الو، ايه دكتور مازن؟ ايه على عيني على عيني، ايه جاي فورا. متر انا اسف بس مضطر امشي. ليش وفيه؟ عنا حاله اسعاف لازم نروح فورا. ما رح تروح يعني ما رح تروح؟ حبيبتي كيف ما اروح؟ هذا الشغل لازم يكون موجود. شغلك مو اهم مني؟ لو سمحتي خليني وصلك. ما بدي خلاص بقول لحالي. عم بقول لك خليني وصلك. عم بقول لك بقول لحالي. رجاء لا بدي لي اليوم بدي اطلع مع رفقاتي اسهر. باي. يعطيكم العافيه. الله يعافيكي، انت اكثر وحده تعذبتي فينا اليوم. لا تصير الحادث شو بشع. خير دكتور في شيء؟ لا كسر اطفالي بس. كسر؟ بسيطة، اطفالي بتعوض. قديش في فرق بينه وبين دلعها؟
سلام عمي. تفضل. شرف عمي. تفضل. رحى. شو صاير لك؟ بابا رحى بشبكي. شو صاير للبنت؟ والله ما بعرف. جابت لي رفيقتها لا من تفا ولا من كمة. صار لي ساعة ما بقلها شو بكي يا تيتا يا عيون التيتا شو صاير معك؟ حدا آذيكي؟ حدا عامل لك شيء ما بتردي عليه؟ بابا رافع حكيمي. الله يرضى عليك يا حكيمي. ردي علي. ما عم تحكي البنت. بابا ردي علي. يا كرم ساعدني الله يخليك من القلعة على المستشفى. يلا. خير بنت خالتي؟ شو بكي؟ بعدها ماما الله يخليك بدي روح المستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سحر عيون ونظراته أول ما تلاقينا عين بعين. ياي 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 شو مهضومي كلمات لبت بكلمي كيف لو كان كلمة وصار قلبي بكلمي. ليش هيك عم تطلعي فيني؟ عم بتخيل إذا بابا دخل وشافك هيك عم تعملي شو بده يصير فيه. كلمي وصار قلبي بكلمي مر على نار بسمي عبسمي قلبي احتار. معك قلم حمراء؟ يا ترى شو اللي مغيرك هيك يا مرح؟ على فكرة الأولاد وهيثم مصرين انك تكوني معنا بكرة بحفلة عيد الأم مثل كل سنة. إن شاء الله كل عام وأنت بخير حبيبتي. بالله من هون؟ لا حبيبتي لا. حنان لا تحرجيني ما رح أزوركم وهي عندكم. مها أنا مقدرة شعورك بس برجع بقلك إنه هبة ما لزم. بعدين هاي البنت هلأ يتيمة وما لحدا غيرنا. بدك ياني أنا أرعاها؟ إذا ما قبلتي فهذا حقك وما حدا بيقدر يلومك. بس إذا قبلتي فبيكون هاد كرم أخلاق مني. طيب استاذ ناصر ساعدوا عنكم. الله معك. رفيق الاوراق جاهزين مو هيك؟ لا. كيف لا؟ استاذ هيثم بده اياهم ضروري مشان سفرته على مصر. لانه رنا دورت عليهم وما لقتهم. كيف يعني ما لقتهم؟ ما عرفت وين حاططهم انت؟ هلا ما عرفت وين حاططهم ولا ما كان لها مرأة للطباعه؟ شوف ماهر لا تظلمها للبنت. انا شفتها بعيني وهي عم تقلب المكتب فوقاني تحتاني وما لقتهم. يعني وين بدهم يروحوا؟ هلا انت امبارح المساء لما اخذتهم معك على البيت رجعت جبتهم اليوم على المكتب يا ترى؟ لا والله ما جبتهم. شفتي شلون؟ معناتها الحق عليك مو عليها. اخ لروح اعمل فنجان قهوه عصبت انا بعد هيك. لسه بتقلي رنا رنا ايش جاب لجاب؟ فرقه من السما للارض. بابا بعد كم يوم عيد الأم؟ ايه يعني كنت حابة أسأل إنه هاي السنة كمان بدنا نقضيه ببيت جدي أهلي لماما الله يرحمها. بابا اللي بدكم إياه نساوي. يعني كنا حابين نروح نقضي العيد ببيت جدي ونضل عندهم طول النهار. خلص بابا منروح لبيت جدك ونقضي عندهم العيد طول النهار تكرم ست خلود. طيب طنط؟ لا حبيبي أنا ما تهك لي همي. روحوا وتعوا أنا بستناكم هون. بس بجوز نتأخر كتير بالرجعها. مو مشكلة بستناكم. شو رأي كتبيني؟ أوكي بابا. أنا ما عاد بدي أشوف أفلام بترعب لأنه صايرة عم بخاف لحالي نام بالغرفة. إن شاء الله بدك تقولي لي إنه نام عندك بالأوضة كمان اليوم. حبيبي ما تهكل همه أنا بنام عندها. خلص دخيله الحنون المضحي بالفعل ممثلة شاطرة. عجبتني كتير بس أنا كمان رأيي إنه الجزء الأول هو أهم بكتير من الجزء الثاني. هذا رأيك لكن أنا رأيي إنه الكاتب بالجزء الأول قدر يعمق شخصياته كتير ويعطيه أبعاد حلوة. شي حلو تاركة كتبك ودروسك وقاعدة عم تضيعي وقتك هون. يعني إذا عدنا شوي دردشنا برواية قريناها أنا والبنت بتكون عم تضيع وقتها؟ لا والله بتكون عم بتلاقي
يا رجال انت مثقف وعين الله عليك، اترك البنت تشق طريق غير طريقك. يعني هلا الثقافه ما عاد تعجبك؟ بتعجبني بس ما بتطعمي خبز. صار لك 40 سنه عم تثقف، وشو طعمتنا من الثقافه وقرايه الكتب؟